ماجستير القيادة التربوية وتكنولوجيا التعليم بالجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان. كيف يفكر القادة الذين يطمحون إلى تطوير ذواتهم ومؤسساتهم؟ كن مميزاً وطور مستقبلك التربوي. برنامج الماجستير في القيادة التربوية وتكنولوجيا التعليم يمكنك من رسم مستقبل جديد للتعليم في سلطنة عمان. ضع بصمتك في صناعة مستقبل المؤسسات عبر القيادة التربوية. لا تتردد في اختيار مسارك المهني والتقني في تطوير وتوظيف تكنولوجيا التعليم. بادر بالالتحاق في برنامج ماجستير التربية واغتنم فرصتك الآن. الجامعة العربية المفتوحة، نشكل صناع المستقبل.